ضيفي ضيف حضراتكم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر. النهاردة بنتكلم على ما حدث بالأمس، وما حدث بالأمس هو تكرار لما حدث أول أمس وأول وفي الماضي، ويمكن لنرجع سنين طويلة. فالإرهاب هو الإرهاب، وأول من اخترع الإرهاب باسم الدين كان الإخوان المسلمين، مقتل الخزندار والنقراشي باباشا والسلسلة مشت بقى على طول، وشفنا مشت ازاي. عندما الاخوان كان ساعتها الاخوان المسلمين، دلوقتي الاخوان الارهابيين، الاخوان الارهابيين كل ما هو على الساحه خرج من رحم هذا الفصيل اللي هو بيعتبر زي ما قال حسن البنا، بيعتبر اي حد مش اخوان هم ده دي امه جاهله. ودام امه جاهله انت عليك ان تتعامل، وده مستباح ليك تقدر تعمل فيه اي حاجه. هي الحدوته. وله كلمة أخرى لما قال لك إن الفكرة لا تموت، الفكرة اللي قالها يعني ما بتموتش الأفكار، فكرة إيه اللي لا تموت؟ دي فكرة قتل وفكرة سفك. ومن الذي تبنى الفكرة؟ من الذي تبنى الإخوان؟ من الذي أنشأ الإخوان؟ من الذي فعل؟ ومن الذي احتضن الإخوان؟ مش الأمريكان من سعد الدين إبراهيم لما مقاول الأنفار بتاع أمريكا اللي هو بيعمل يلملهم في الناس بتاع، مش من 2005 ولا 2006 وهم شغالين مع بعض عشان ينفذوا هذا المخطط، فكرة الخلافات والخلافات الإسلامية المزعومة. إنما الموضوع تاني مش خلافات، هو الموضوع كله إسقاط الدول في حروب الأهلية، المستفيد الأول منها طبعا إسرائيل. لما زي ما بيحصل كده إن الشعب زي، وشوف بقى عندنا الأمثلة في الدول العربية اللي سقطت. اللي انا عايز اقوله استاذ نبيل عمر، الاول مساء الخير يا استاذ نبيل. مساء الفل ومساء الفل على كل جمهورك ومشاهديك. عايز اقول يا استاذ نبيل دلوقتي ان هذا الحادث مش هنتكلم ايه الحكايه يعني ولا ايه الموضوع، انما انا عايز اتكلم ما يجب ان يكون. انا بعتقد النهارده ان الارهاب معروف في كل العالم، صعب 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 السيطره عليه، انما يمكن القضاء عليه، هياخد وقت شويه. انما القضاء عليه يجب ان يكون بعده امور. الردع، وردع يتمثل، احنا عندنا الحقيقه بنحاكم ارهابيين بقوانين جنائيه عاديه خالص، زي بحكم بيها واحد بيسرق، واحد بينشل، واحد بيقتل، بنحاكم دول بنفس القضاء العادي كما لو كان زي ما بنحاكم جنحه يعني. زي الجنحه. فده اصبح الموضوع ده الجزء. الجزء الثاني انا بعتقد ان هذه يجب ان تكون ما حدث بالامس يوم فارق في تاريخ في حياتنا احنا، نقله زي ما 30 يونيو نقله، زي ما تلاها نقلات برضه يكون نقله دلوقتي. كل واحد يجب ان يكون علينا كشعب بقى دور، كلهم في مجاله، احنا كآلين. النهارده الشعب المصري النهارده في حادثه صغيره او حاجتين في المطريه والولد اللي كان عند البتاع ده، الشعب دلوقتي خلاص بقت المساله ما بقاش المطريه، دخلوا كسروا عظمهم وعلقوا لهم يفط ممنوع خروج الاخوان من البيوت بتاعت الاخوان، وشفنا الولد ده الناس عملت ايه فيه ايه. انما الشعب مطلوب منه دول بيستخبوا وسطينا، مطلوب منه اليقظه، مطلوب مننا دور بقى، كل واحد يبقى امن قومي، وكل واحد يبقى. الجزء الثاني اللي مطلوب بقى والجزء الاهم اللي عايز اكلم حضرتك فيه، وده موضوع حلقتنا النهارده، ما يجب ان يكون الدور، لا يجب ان يكون الاعلام، احنا في حرب، ويجب ان يكون هذه الحرب هي حدث الراي العام الاهم في لفتره طويله جدا لغايه الناس ما تحس ده وتعيش ده، زي ما عشنا الفتره دي ما بين 67 ل 73، كان اقتصاد حرب وحياه حرب، وكان الناس حاسه بده والشعب حاسس بده. اللي يقدر يعمل الرساله دي الاعلام، حقيقه الامر الاعلام. يعني انت لما تشوف الاستاذ فهمي ويدي واللي بيكتبه هو طبعا ده اتجاهه، بس مش ممكن، مش ممكن. يعني انا لما اقرا لحضرتك جزء من الرساله اللي جايه لي دلوقتي، الاستاذ محمد سارتا بيقول لي خالص استعاذ استشهاد النائب العام، جزء من مقال فهمي هويد المنشور على موقع مش عارف سي ان ان، رغم ان انتفاضه 30 يونيو، هو بيقول على 30 يونيو انتفاضه، كل الملايين اللي شفناها دلوقتي فهمي هويد شايفها انتفاضه. خلاص؟ وبيتكلم بقى كلام كبير ومجعلص بقى، ويقول لك انتفاضه 30 يونيو لم باصرارها بعد، فان مشروعها السياسي الذي صار متمثلا في مواجهه الارهاب ما يستحق المناقشه والمراجعه. الله، يعني احنا ما نواجهش الارهاب، هم دلوقتي يقول لك انت عايز تعمل فزاعه جديده ارهاب، كاننا مخترع حاجه. ما فيش ارهاب، الناس اللي بتموت ديت يعني ديت بتاع شوب بتاع ده الفوتوشوب يعني مثلا، ده حاجه. الحاجه الثانيه بيفكرني هذا من غير ما اقول له ده، ما بيفكرني لما يقولوا ان في خلافات بين جماعه الاخوان بين السلميه وعدم السلميه، فبعتبرها نكته يعني، يعني بيهزروا يعني بيضحكوا علينا يعني. هو في اخر رساله بتاعته بيكان كاتب كلام جايب حاجات كوتيشن كتير من المقاله، بيقول ان هناك علامات استفهام كثيره حول دور عناصر النخبه في مجاره والتحالفات اللي دخلت فيها لتصفيه حسابات او القيم بديها. بقول لحضرتك التعليق كيف انشر هذا في صحيفه مصريه؟ عايز ابتدي من هنا الكلام ده كله. ازاي النهارده الدكتور ابو الفتوح يعمل حوار منشور صفحتين حوار مع بتوع، هل هو يعني ده في الوقت اللي فيه ارهاب، وهو اللي بيتكلم فيه حاطط السم في العسل اللي هو فكره المصالحه، وبيتكلم اهم حاجه في المصالحه، يقول لك ان انا عايز
النهارده نبحث التعويضات اللي هياخدوها في رابعه. طيب التعويضات اللي هياخدها اللي المصريين دفعوها واللي تم استشهادهم الاعداد الهائله من الشرطه ومن الشعب. عدد المصريين الذين ازهقت ارواحهم قاعدين بعيدا عن الرابعه والنهضه اكثر كثيرا تقريبا 3 أضعاف ما حدث من سقوط في رابعة ونهضة المسؤول عنه بالدرجة الأولى في رأيي كان جماعة الإخوان لأنها حشدوهم وسابوهم. أنا بتكلم على تحصينات في الشارع، بتكلم على قناصة واقفين فوق العمارات. أنا عندي أكتر من خمسة أشخاص من الشرطة المصرية في أول 5 دقائق سقطوا قتلى من قناص كان فوق. ولولا طيارة هي اللي راحت حمت بقية قوات الشرطة كان عدد الضحايا كان زاد. وبعدين احنا حتى في الفض قلنا لهم هنفض، من فضلكم هنفض، من فضلكم اخرجوا. ده تربت ثابت فطبعا كان فكره انهم يخرجوا من الميدان سلميا مساله بالنسبه للقيادات خساره هائله. فكره الاشعال الموقف عشان خاطر ويظل يبتز بيه طبعا لانه كان المطلوب ان يسقط عدد اكبر من الضحايا، هذا يسمح للغرب ويسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع بنية كده حقوق حماية الإنسان ومن القتل ومش عارف إيه. إلا اتنين دولت يا نبيل دول. اللي هو إحنا واخدنا من الأمريكان الصينة، هما هناك عندهم يتكلموا يعملوا كده وإحنا خدنا دي نعمل كده. لا أنا قصدي بين شولتين معناها بين قوسين يعني. بين قوسين إن هما إن ده كان مقصود بالنمط الأمريكي يعني إن إحنا فاهم مبرر للتدخل انهم مبرر للتدخل. طيب. زي ما حصل في ليبيا وزي ما حصل في العراق. هل يمكن نعدل بقى الميزان ويقوم الاعلام بحقه حقيقي بدوره ويقوم كل واحد وتقوم السينما ويقوم كله بدوره في الفترة. الاعلام خلط بين حاجتين اساسيتين يا استاذ ابراهيم، بين فكره الحريه وفكره الامن. هو مش قادر يفهم ان عندما يكون الوطن في خطر، في خطر حقيقي يعني قد تكون هذه اللحظات التي نعيشها الآن هي واحدة من أخطر الفترات في تاريخ مصر على الإطلاق، لأننا في وقت واحد بنواجه بأعداء داخليين وأعداء خارجيين. ولم يحدث في تاريخ مصر أن مصر واجهت سرطان داخلي بينهش في جسمها وفي الوقت التاني أعداء متربصين بيها، والنتيجه واضحه. احنا يعني اقصد ان احنا مش بنتوهم. ليبيا لم تعد ليبيا، العراق لم يعد عراقا، سوريا لم تعد سوريا، السودان لم يعد سودانا، وكان هذا مخطط. والمخطط ده مكتوب ومعروف، يعني مش اختراعنا، ده مكتوب ومعروف. فكره ان تكون منطقه الشرق الاوسط كانتونات صغيره لا تمثل اي تهديد او خطر حقيقي على اسرائيل الى ابد الدهر، ده فكره. فالخطر موجود. اول مره يبقى خطر داخلي وبحجم كبير وخطر خارجي بحجم كبير وبينهما اتصال وتنسيق. ده اول يعني مرة. اللي هو يا عملاء اللي بره. طيب لا هم دول لهم مشروعهم برضو الخاص، يعني هم عايزين يستفيدوا من وضع ان هم عايزين يحاربونا الخارجيين، انهم عايزين يستولوا على السلطه، يبقى في فرصه انهم يوصلوا للحكم. مش مجرد خدامين وبس هياخدوا مكافاه فلوس، لا، مكافاتهم هي السلطه نفسها. هنا الاول مره حكم مصر الجائزه الكبرى. طيب بالنسبه انت بتتصور بتقول الاعلام مش قادر، الاعلام مش قادر يفهم، مش عارف يفرق. لا مين هذه لا يعني ما اصل لو في الاعلام حد مش عارف يفرق ان في خطر والكلام ده كله، انا اسف جدا ما اشتغلش في الاعلام. اذا لا ما خطر انا عايز اقول لك من غير ما يعني من غير ما حد يزعل مني، ناس كثيره لا تستحق ان تشتغل في الاعلام. نعم ناس كثيره لا تستحق حقيقه، يعني واضح من كلامها، واضح من خطابها، واضح من لغتها سواء في الكتابه او بتاع، انها تملك قدرا هائلا من الجهل. المعرفه متاحه لان اي حاجه في الدنيا ليها معرفه، ليها اسس، ليها نظرات. عندما نتحدث عن الحريه في تناقض، في لحظه تاريخيه ما هناك تناقض بين الحريه والامن، والامن اهم احيانا من الحريه. امن الوطن بس عشان تفتش الامن اللي انا طبعا مش امن الشخص، انا بتكلم على امن الوطن. الولايات المتحده الامريكيه في الحرب العالميه الثانيه
شهدت اليابانيين حطتهم حطت اليابانيين في السجون. اليابانيين الامريكان اليابانيين الامريكان الامريكان مش اي بانيين الامريكان اللي هو الامريكان اللي من اصول يابانيه مسكوا كلهم عزلتهم عن المجتمع وفي هذه الفتره في فتره نمو الشيوعيه اي مواطن امريكي خمسينيات بالخمسينيات اللي هو المكارثية اي مواطن امريكي يحس منه او يشتم انه على لديه ميول يساريه يقطع عيشه لا يجد عملا يطارد يتحول الى كائن منبوس في المجتمع رسميا. وكم من موهوبين وموهوبين وشعراء وكتاب وسينمائيين وطبعا في برامج تسجيليه كتيره كانت اتعملت عن الحكايه دي اهينوا واتبهدلوا وعانوا من الجوع والفقر لفترات طويله جدا. فما حدش يجي كل طب انتوا عايزين النموذج الغربي انا موافق ناخد النموذج الامريكي. عندما يتعرض الامن الامريكي للخطر ماذا نفعل؟ بنعمل ايه؟ انا عايز مش انتوا مش ده النموذج؟ قانون الطوارئ آه. 11 بعد 11 في 11 6 لا باتريوت اكت باتريوت اكت اللي بيسمع بالتنصت والمراقبه والاشتباه والحبس للاشتباه يعني اخدك لو انت ماله ديت كلها ما حدش ما فيش تهمه ما فيش بحبسك للاشتباه بحطك في المعتقل ومقسمين بقى السجون يعني في سجون اللي بتحط فيها ما هم يصنفهم على فكره انه شديد الخطوره ده بيتحبس في غرفه مغلقه ما بين 20 ل 22 ساعه ويخرج ساعتين فقط للتريض بره الغرفه ده شديد الحراسه لانه هو بيعتبر شديد الخطر على امن الولايات المتحده الامريكيه. الانسان هو الانسان سواء يكون امريكيا صينيا هنديا يابانيا بوذيا ايا كان نوعه يعني بشر. لكن هم ينظروا للاخرين او يتعاملون مع الاخرين يعني من الحاجات الطريفه جدا منظمه العفو الدوليه ادانت الحادث الارهابي باغتيال المستشار هشام تاني يوم اللي هو النهارده عاملة تقرير بتسيء فيه للدولة المصرية بانها لا تحافظ على حقوق الانسان. يعني طب انا عايز افهم هو حقوق المتهمين شيء عظيم هو المجرمين شيء عظيم انا موافق طب حقوق الضحايا فين؟ طب الضحايا دول ما لهمش يعني الذي يقتل له حق والذي يفجر له حق والذي ينسف له حق على عيني وعلى راسي انسان ماشي وانحرف طيب الراجل اللي مات وتهتمت اطفاله اولاده وثقت روحه يعني انا عندي شقق طبعا لو حضرتك رحت مسرح الجريمه هيذهلك حجم التدمير يا استاذ نبيل ده ربنا اكرمنا ان الوقت ده والموكب صار حاجز المرور والكلام ده كله كان المخطط ان كان هيموت مئات لو الناس كانت قريبه الناس كانت الظاهر الموكب مقفول عشان الموكب فايت قافلين من بعيد فالتفريغ لانك ما تحط كميه ديناميت زي ديت تفريغ الهواء اللي بيموت مش هزاير ايوه ما انا عارف فده ناس مجرمين حاطط اهميه للمتفجرات في وسط يعني. المساكن ده ناس مجرمين بيحاربوا شعب وبالتالي القضية. انا ارجع بس فكره الاعلام وبالتالي لما يكون الامن الوطني امن بلدي امن الوطن في خطر هنا لا اتحدث عن السوق الحر للافكار لانه فكره ايه العالم يتقدم بسوق حر للافكار في الحاله دي فكره السوق الحر للافكار بتتراجع للخلف قليلا وتترك فرصه ان يتحقق او يستقر الوطن اولا لان يهمنا احنا عشان نمارس الحريه لابد ان يكون في وطن إذا تعرض الوطن للخطر أو تبدد أو مفيش حرية ولا فيه أو انقسم أيوه لا مؤاخذة يعني هنمارس ده فين يعني؟ يعني هنعمل ده إزاي يعني؟ يبقى الأول لازم نحافظ على الوطن وإحنا بنعمل ده يعني افرض إن إحنا بنعمل تجاوزات في من أجل الحفاظ على أمن الوطن إحنا نرصدها عشان نعرف إن إحنا ما نعملش ده من عندما يستقر الوطن وعندما تستقيم الأمور ونتخلص من حالة الأخطار الرهيبة المحيطة بنا. في كتاب كتير خلطين فاهمين ان سواء بقى عمدا او قصدا انا يعني الاثنين يعني عمدا او بدون قصد
خلط عاملين الخلطه دي على سمه في بقى دلوقتي احنا في زمن الحريه والمعرفه والسماوات المفتوحه والفضاءات المفتوحه الى اخره. وبالتالي لابد ان مش هتقدر تخبي خبر، مش هتقدر تخبي معلومه، مش هتقدر تخبي بس دي لا خبر ولا معلومه. محدش بتكلم على رأي. انا بتكلمش يعني على خبر ومعلومه، انا بتكلم على رأي. انا بتكلم على رأي. انا عندما اصدر رايا اساند او ابرر فيه عملية إرهابية بالحجم ده، أو أحاجد أو أجد لها مخرجا. وطبعا هنا طبعا بعض الكتاب ومنهم الأستاذ فهمي ويملك مهارات فائقة في الكتابة في الحقيقة، يعني هو شخص موهوب، يعني يقدر يمرر تبريرات يحاول إقناع بها الجمهور إن في شيء ما يحدث في هذا المجتمع يبرر، يمكن أن يسبب اغتيال النائب العام، أن يتم عملية اغتياله أو نسفه بهذه الكمية الهائلة من المتفجرات. أو حد مثلا كاتب يطلع تويتة يقول لك أصل الظلم في المجتمع يمكن أن يسبب عملية، ولا العدالة هي التي تمنع، العدل هو الذي يمنع الإرهاب. أو يطلع ناشط سياسي يعمل برضه تويتة ثانية يقول لك إيه؟ أن العمليات الإرهابية لا تقضي على الظلم. يعني هو بيخاطب الإرهابيين بيقول لهم عملياتكم دي مش هتقضي على الظلم اللي عندنا، إحنا عايزين نقضي عليه بطريقة ثانية. يعني يبرر او يجد مبررا ما لهذا النوع من الجرائم. وانا رايي ان تبرير جريمه تبرير الارهاب هو ارهاب. رايي ان تبرير الارهاب لا يقل خطوره عن الارهاب. يعني هو راي الكاتب اللي وظن علاء الاسواني رايه او رايه ان العداله نقص العداله واختفاء العداله. العداله هي اللي هتمنع. طب العيال اللي في داعش من انجلترا دول كان عندهم نقص عداله؟ انا عندي اعلى مستوى دخلي في العالم واعلى مستوى تامين صحي واجتماعي موجود في اسكندنافيان كانترز. انا موجود منهم 500 او 600 واحد. دول عندهم نقص في العداله؟ ما عندهمش، عندهم نقص في عندهم تخمه في الرفاهيه وتخمه في العداله. طب ما هو التبرير ده، يعني انا لا اقصد اقول طيب انا بس عايزين ما يجب ان يكون الدور، خلينا نسيبك من اللي بيحصل، ما يجب ان يكون، بس استاذنك نطلع فاصل. طيب استاذ نبيل، انا عايز اقول لحضرتك ما يجب ان يكون احنا كشعب بمختلف فئاته، ما يجب ان يكون بقى لان في خطر بحق وحقيقي بجد. لا هو الخطر ده خطر دائم مش مجرد خطر، وزي ما قلت لحضرتك وبقول لكل المصريين ان ده واحد من اكبر الاخطار التي تعرض لها مصر في تاريخها كله. وبالتالي المجتمع محتاج ان يكون يقظ جدا، فاهم جدا، مستعد جدا بكل فئاته. المواطن يعني المواطن يعني رغم ان انا ضد العنف، لكن ما صنع المواطنين النهارده في المطريه ومع الشاب اللي رفع علامه شتم ربعة. شتم لان هو حاول يستفز، يعني مش ممكن رايح تستفز الناس، الناس عندها دم مسفوك بكميه متفجرات رهيبه في عمليه دنيئه، عمليه محترفين بالمناسبه على فكره، دي عمليه محترفين، دي عمليه احترافيه بشكل عالي جدا، مش مجرد عملية إرهابية كده عادية، دي عمل احترافي من الطراز الأول. وفي الآخر أنت رايح لهم تعمل لهم علامة رابعة بشكل حقير، فشيء طبيعي أنك بتستفز مشاعر الناس المكلومة. وإحنا المصريين دائما القضاء المصري له مكانة خاصة في نفوس المصريين عبر التاريخ كله بالمناسبة يعني. وبالتالي أما يبقى ممثل صوت مصر أو المدافع الأول عن المصريين، هو صوت حامل المصريين الأول النائب العام، اما يموت يختال بهذه الطريقه وتستشهد بهذه الطريقه وانت تروح يعني تتشفى، فشيء طبيعي ان المصريين يعملوك بهذه الطريقه. انا عندي في المطريه وعين شمس والكلام ده كله، انا يعني انا ضد العنف، لكن الفكره عجباني. بمعنى ايه؟ ان المجتمع عليه ان يكون دور في حصار حول تقويض الدوله المصريه، لان الدوله لا تخص السلطه، الدوله بتاعتنا كلنا دلوقتي وكلنا مسؤولين عن حمايتها بدرجه او باخرى. والسلطه لاسباب كثيره، لان لازم نؤمن احنا كمجتمع
أنا دولة منهكة لأسباب كتيرة جدا في السنوات الأخيرة. والإنهاك ده محتاج مننا إحنا دور نكمل الحالة أو حالة النقص اللي بتتم فيها الدولة في المواجهة، لأن أنا عندي سرطان موجود في أماكن كتيرة، وبالتالي دورنا. وأنا قلت ده وطلبت قبل كده مع حضرتك عزل الإخوان خالص عن المجتمع. عزلهم نهائي. لحد ما نشوف، لأن هم بقتل النائب العام بيخوضوا معانا معركة يا قاتل يا مقتول، معركة صفرية، لأن هم لهم هدفين. حاجة من اتنين، يا بيقنعوا الغرب أن الإرهاب زاد وإحنا كنا الوسطيين اللي كنا محتوينه بدليل. يعني في علاقة ما بين عملية النائب العام والتلات عمليات اللي تمت في فرنسا والكويت وتونس. في فرنسا أنت ما تيجي عملية في تونس عملية عباسية. يعني ايه واحد يخش يقتل سياح؟ العملية في فرنسا والعملية الكويت في مسجد وهنا في النائب العام. تلات عمليات هو عاوز يقول. وكان عمر دراك كاتب مقالة من حوالي 3 أسابيع في الجارديان بيقول للغرب ان تأييد او الوقوف جنب النظام المصري الحالي، خاصة بعد نجاح زيارات السيسي للدول الخارجية وخاصة الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، فبيقول لهم ان انتوا هتدفعوا ثمن ده، وان الارهاب من ان يتوقف على مصر بس ممكن يوصل لكم، وان انتوا ما بتساعدوا ان ما يحدث لجماعه الاخوان المسلمين في مصر انتوا هتدفعوا ثمنه بعد كده، لان احنا كنا الوسطيين. ما معناه الوسطيين؟ لو باين الوسطيين او اللي هم محتوي هذا التطرف، لكن احنا لما نزلنا عن السلطه بالاكراه التطرف الارهاب توسع وتوحش وبدا يهددكم في الوقت اللي. والتلات عمليات لو حضرتك خدت بالك، التلات عمليات اللي موجودة في 3 قارات تم الإعلان عنها. العملية في مصر ما تمش الإعلان عنها. سيبك من المقاومة الشعبية، احنا بنهزر، دي عمل احترافي بتوع المقاومة الشعبية بتوع الجيزة دول. لو حاولوا يفجروا عربية بطاطا في حارة من حارات الجيزة، نص أعضاء المقاومة الشعبية ده هيموتوا فيهم، زي ما حصل النهاردة في التفجير اللي حصل في 6 أكتوبر. لان ده مش تفجير محترفين، العربيه انفجرت بيهم. التفجيرات في غير المحترفين اللي هم الغاضبين واللي هو يعمل بتاع بيته فتولع فيه. لكن ده عمل احترافي، ده عمل احترافي. المقاومه الشعبيه ده عمل بتاع الجيزه ده، دول ناس بتهزر. لا بس يعني مش عايز يفهم من كلامك ان لا هم مش عايزين يعلنوا. ليه؟ الاعلان عشان لا يدانوا عالميا. يعني هم بيبلغونا احنا الرساله كمصريين، احنا اصحاب الهدف، احنا اصحاب الرساله الموجهه لينا، احنا بنقدر نتركه. للعالم مش عايزين نقول لهم ان احنا اللي مرتكبين هذه العمليه، لازم احنا. هو يا استاذ نبيل والنبي عشان خاطر يعني مررتي، انا صاحب مرض. هو امريكا والغرب والعارف مش عارف مين الاخوان، ومش عارف ان هم دول اللي عملوا الارهاب. النهارده على فكره عايز اقول لك، عارف النهارده رئيس وزراء فرنسا لاول مره يخرج مانويل فاس ويقول ان احنا بنعاني كثيرا من جماعة الاخوان. ده اول تصريح رسمي من دولة غربية. حضرتك ما تنساش ان كاميرون، احنا بقالنا سنة ونص بنحقق من ساعة ما كاميرون في انجلترا رئيس وزراء بريطانيا عاوز يحقق في دور جماعة الاخوان، وهل لها نشاط بالعمليات الارهابية ولا لا، ولا علاقة. بس فرنسا غير انجلترا. لكن فرنسا النهارده طلعت، فرنسا عمرها ما كانت حاضر للاخوان. فرنسا انجلترا والمانيا ما علينا، بس يعني انا بس عايز ارجع نرجع لدور الناس. ادي الناس، انا عندي الاعلام دور مهم جدا. فكره نحن بنعاني من مشكلات كثيره، فكره الضغط على مساحات الغضب في المجتمع المصري مش مفيد. اهالينا البسطاء ده تحريض رسمي، ده تحريض. ده مش مفيد. احنا نفتح سكك امل، يعني نحاول نفتح سكك امل، نضغط على الحكومه بدون ما ازود مساحات الضغط. انا مش ضد ان انا اضغط على الحكومه، ولكنك لا تؤدين عملك. وعايزين نعمل ده للناس، يعني ندفعهم للعمل اكتر ما نوع ما نفتح، ما تمسكش لروح الناس وتدفع واضغط عليها. انا افتح بيبان للامل وبيبان للعمل وبيبان للضغط. واذا الحكومه اصرت اعلق لها المشانق، مفيش مشكله. انا مش ضد ان انا اكسر رقبه الحكومه اذا اخطات، لكن دون ان ازود مساحه الغضب واشعل المجتمع في هذا الوقت المزنوق جدا. وانا بعاني، وانا في حرب حقيقيه، انا في حرب، ما تقلش دي حرب حقيقيه. انا بتكلم على زي الهكسوس، زي التتار، زي الاسرائيليين، المغول زي المغول. انا بتكلم على حرب حقيقيه.
وفتوى في الاستضافات يعني في برامج التوك شو احيانا بشوف حاجات مؤلمه وموجعه. يعني فكره المناهض والمقاوم يعني الاثنين اللي ضد بعض، واسمع كلام يخلي يتوه الناس. هل المطلوب ان انا العقل المصري الان هما الاثنين يقولوا بعض ويتخانقوا قدام الناس وانا اخرج كمشاهد اقول هو ده هو مين فيهم الصح وانا بقى اذهب انا وانا اختار بنفسي، ولا انا علي ان اقود هذا المجتمع الان في حاجه واحده بس ان البلد عايزين نخلص الارهاب وبعدين نكمل. يبقى الاول نخلص ده وبعد كده كل حدث حديث. يعني فكره يعني مصلحه مصر، احنا كمصريين بقى وخاصه اعلام وكلنا، مصلحه مصر الوطن، لان احنا في الحقيقه مش مصلحتي انا، مصلحه ابني وحفيدي وابن ابني ومستقبل هذا الوطن الى اجيالنا، لان انا مش هسلم الوطن ده خراب. هل مطلوب ان احنا نسلم مصر؟ يعني انا شخص لامع وبطلع في التلفزيون وهاجم واعمل، هل مطلوب ان اسلم الوطن ده خرابه لابنائي ولا اسلمه سليما معافى؟ وده مش معناه ان احنا نبقى ضد الحريات وضد الديمقراطيه، لا، لكن نبقى فاهمين ان احنا في لحظه فارقه في التاريخ، واللحظه الفارقه بتطلب منا اشياء محدده. انت حر ما لم تضر يا اخي، انت حر ما لم تضر، الحريه على دماغي من فوق، بس ما تضرش حد. ما يبقاش كلامك اللي بتكلمه بانك هتنتقد الحكومه، انما قاصد انك تهيل اهالينا البسطاء في لا، انتقاد الحكومه والاداء والبحث عن حلول لمشكلات المصرور المصريين، واذا عجزت عن وجود حلول نقطع رقبتها، ده شيء واجب وضروري، لكن بدون تهييج. فكرة لغه التحريض والتهييج المستخدمه بشكل كبير وواضح. وطبعا النهارده وزير العدل خد قرار اللي هو انه شكل لجنه تراجع ما يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي يخص وزاره العدل ويخص ما يحدث، زي الناس اللي بتعلن نفسها اسماء رجال الشرطه، زي قدام المواقع لازم ده يتم مطارده، ما يتسابش. الحاجه الثانيه وزي ما قلت قبل كده، لابد من مراجعه كل من عين في فتره حكم الاخوان مراجعه دقيقه من فضلكم، لان ما زال من جزء من الاخطار الرهيبه اللي موجوده في مجتمعنا الخلايا النائمه، كل من عين في وخاصه في الوزارات اللي هي ليها علاقه بالجماهير، لان كانوا هم حريصين على الوزارات اللي ليها علاقه بالجماهير، دي هتعمل لهم الشعبيه في الشارع. لابد مراجعه كل الذين عينوا وملفاتهم وعلاقتهم بالناس ايه؟ وعلاقتهم بالحاجات المهمه جه في البلد، لان ده خطر دائما. انا عارف ده عبء كبير على الداخليه، لكن وعبء لان ده في جمع معلومات، لكن ضروره. وانه يتساب سواء كانوا في الكهرباء، في الصحه، في التعليم، في الاداره المحليه، في المرافق، في المياه، ده مهم جدا. دي مفاتيح حياه الناس. فيما تبقى من الوقت قليل، عايز اخد راي حضرتك، هل كان ده دور الفن واحنا في ارهاب وفي هل كان يمكن ان دور الفن ان انا اعمل اكبر عدد من الاعمال الفنيه وكلها ما لهاش علاقه باي موضوع وحدوته كبيره كده، واصرف كل ما هذه الملايين بكده؟ انا في الحقيقه قدام كارثه فنيه. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، انا هفرغ حضرتك كانسان عن كل الحياه واقول لك اقعد اتفرج على مسلسلات التلفزيون بس. انا اتحدى واتحدى انت وعائلة حضرتك انهم يقدروا مع بعض، تقدر الناس يعني من الناس اللي انا بقابلها يقول لك انا بتفرج في المسلسل وبعدين بتخش الاعلانات فبروح وبرجع، او حد يكون غير القناه ما بقاش عارف انا بتفرج على ايه وفي انهي قناه، وبعدين كلها الفاظ بذيئه من حتت اخلاقي وقيمي. انا مش ضد ان احنا نعرض بعض يعني ما يحدث في المجتمع الواقعيه، بس دي مش مصر، هي دي مصر بس. وطبعا انا عارف ان يعني ده فن وفي مبالغه وفي خيال الى اخره، لكن كمان لكن هذا النمط من الفن فقط هو السائد، يعني هذا النوع فقط. يعني انا لا اغذي المواطن الا بهذا القدر من العنف، اتفرج على مسلسلات كلها عنف، عنف باليد وعنف بالسلاح وعنف بالالفاظ. طب انتوا عايزين من الناس ايه يعني؟ انتوا عايزين ايه من الناس يعني؟ يعني على رأي ليا واحد صديق كوميدي بيقول لي بيخرجوا المسلسلات في رمضان بديلا عن تسلسل الشياطين.
الشياطين اتمسكوا ومطلع لهم اهو بيطلع بيطلع تلعب الدور ده. طيب كلمة شايف بكرة إن شاء الله أفضل؟ طبعا مليون في المية بكرة أفضل إن شاء الله. يعني رغم يعني مصر دولة ليها تاريخ عظيم جدا وهي كلما ضاقت واستحكمت علاقاتها ده الواقع. رجعوا تاريخ مصر كله يعني مش عايز أحكي فرجت وكنت أظن أنها لا تفرج. الله أستاذ نبيل عمر بشكر حضرتك جدا جدا جدا. عايز أقول إن اللي حصل ده مش هيخطف مننا فرحتنا، مش هينسينا الحاجات الكويسة، واحنا النهارده حاولنا ان احنا نحتفل ب 30 يونيو بس عشان نثبت انها ما كانتش انتفاضه زي الاستاذ فهمي ما بيقولوا ان ما كانت ثوره شعب. الحاجه الثانيه احنا كنا بدانا في احتفالاتنا بالعاشر من رمضان كان مجموعه حاجات حلقات عن القوات المسلحه وحرب اكتوبر. ان شاء الله بكره هنواصل ثاني في هذا الموضوع. ما حدش هيقدر يسرق فرحه المصريين ولا حد هيقدر يقف ضد الحياه ولا الناس اللي كره الحياه ديت على نفسهم. تصبحوا على خير.